يلا اول اغنيه نغني اغنيه خاصه مرسل وصول، اللي هي كلمات الدكتور عبد العظيم مكول ومن الحان الاستاذ عماد يوسف. تعرف هوا علمني معنى الابتسام، يا ريت لو تعرف هوا خلاني أعرف كيف أريد وانظم من الصمت الأحيم في دنياك وانسى التباري والضنا، أنا بلغة بفرد جناح الشوق في دنيا وانسى التباري والضنا. ألقى الأمان الحلوة دي سايقاني لا شفي عينك ودوب لو مر فرفق ليرا،
لون موجه النظر يا فرحة طلت في سماء يا غيم رحلة مع السحاب يا غيم الرحلة مع السحاب يا ريت تسري في دماء ما انت لي أمل السنين في الدنيا تمسح تعرف هوا علمني معنى الابتسام يا ريت لو تعرف هوا وانظر من الصمت الكلام